قبل الأكل بسم الله، وقبل الشرب بسم الله، هذا مؤلم بسم الله، ألبس قميصي بسم الله، أفتح الباب بسم الله، أزور المتجر بسم الله، أركب دراجتي بسم الله، أطلق طائرتي بسم الله. بسم الله بسم الله، قولوا دوما بسم الله، بسم الله بسم الله، توكلوا على الله. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. قبل الوقوف بسم الله، او الجلوس بسم الله، او قبل الركض بسم الله، عند الاحباط بسم الله، اركب سياره بسم الله، ارفع اثقالا بسم الله. قولوا دوما بسم الله، كل يوم بسم الله. بسم الله بسم الله، قولوا دوما بسم الله، بسم الله بسم الله، توكلوا على الله. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. أذهب للمدرسة بسم الله، أو أسبح بسم الله، في الامتحان بسم الله، أبذل جهدي بسم الله، أرتدي حذائي بسم الله، لا أخسر أبدا بسم الله. قولوا دوما بسم الله، كل يوم بسم الله. بسم الله بسم الله، قولوا دوما بسم الله، بسم الله بسم الله، توكلوا على الله. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. نقرأ سويا بسم الله القرآن بسم الله، وقت الإفطار بسم الله، أو الوضوء بسم الله، قبل اللعب بسم الله، أو الاستحمام بسم الله. قولوا دوما بسم الله، كل يوم بسم الله. بسم الله بسم الله، قولوا دوما بسم الله، بسم الله بسم الله، توكلوا على الله. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. بسم الله، قولوا دوما بسم الله، بسم الله بسم الله، توكلوا على الله. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. بسم الله، قولوا دوما بسم الله، بسم الله بسم الله، توكلوا على الله. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله. تعلموا الحروف العربية لنتعلم ونقرأ القرآن. القرآن لغة رسولنا محمد آخر الأنبياء والمرسلين. إنها ألف ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ل ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ن ه و ي. نتعلم الحروف العربية لنتعلم ونقرأ القرآن. القرآن لغة رسولنا محمد آخر الأنبياء والمرسلين. ألف الله، باء بسم الله، تاء تقوى وثاء ثواب، جيم جنة، حاء حج، خاء خير.
زيد ودال داود ثال ذهب راء رمضان زين زكاة وسين سلام سلام. نتعلم الحروف العربية لنتعلم ونقرأ القرآن القرآن لغة رسولنا محمد آخر الأنبياء والمرسلين شين شمس صاد صوم ضاد ضيف وطاء طهارة ظاء ظلال عين عبادة غين غفور وفاء فاتحة قاف قرآن كاف كتاب لام لطيف ميم مدينة نون نوم هاء هداية واو ودود وياء يوم الدين. نتعلم الحروف العربية لنتعلم ونقرأ القرآن القرآن لغة رسولنا محمد آخر الأنبياء والمرسلين ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون حاء واو ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون حاء واو ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دا دا را زا سين شين صاد ضا 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 عين غين فا قاف كاف لام ميم نون حاء واو ياء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الأرقام العربية. دو 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 يوم جميل جدا. اوه يم 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 يا عسل. بسم الله. نم 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 لذيذ جدا. اوه هناك أشياء جميلة كثيرة انظر حولك وستراها. هناك أشياء جميلة كثيرة انظر حولك وستراها. هناك أشياء جميلة كثيرة انظر حولك وسطر. كازوا اسبح إلى هنا، تعال لنختبئ خلف هذه الشجيرات. أوه ذاك النحل شرير. لكن ماذا فعلت فأغضبته؟ لا شيء كازوا، النحلة بلال لا يلسع الآخرين بلا سبب. أنا حسنا كنت آكل بعض العسل من الخلية. ها عرفت، ألا تعرف أن بلال يحرس عسله؟ يفضل أن تستأذنه. لكن ذلك العسل لذيذ. أتعرف يا كازوا، يعمل النحل بجد لصنع العسل، وخلال عمله يلقح النباتات كي تنمو. للنحل دور كبير في الحياة على الأرض. نعم أعرف، كل ما خلقه الله مدهش جدا ومتقن، كالجبال
والأنهار والنباتات والمحيطات. انظر حولك وسوف ترى. أرى الدلافين تسبح في المحيط، وسمك الراي أيضا. هناك أشياء جميلة كثيرة، انظر حولك وستراها. أرى ضفدعا يقفز من فوق الصخر، وأرى يعسوبا أيضا. هناك أشياء جميلة كثيرة، انظر حولك وستراها. أرى نحلة طنانة تحوم حول الزهر، وأرى جندبا أيضا. هناك أشياء جميلة كثيرة، انظر حولك وستراها. أرى سلحفاة، أرى قطة، أرى أخطبوطا، أرى خفاشا، أرى نميرا، أرى نملة، أرى عنكبوتا ينسج شبكة، أرى جملا، أرى دبا، أرى أسدا وأرنبا بريا، أرى فراشة، أرى ثعلبا، أرى بجعة، أرى ثورا، أرى القمر وأيضا النجوم، وقطرات المطر تنزل من الغيوم. أرى الجبال تعلو الأشجار، وشلالات الماء الساحرة. أرى الأنهار تجري ببطء، وأسماكا كثيرة تسبح فيها. أرى حيوان النيس والبطة، وفيلا جميلا يلعب بالطين. هناك أشياء جميلة كثيرة، انظر حولك وستراها. من خلق الأسد؟ الله. من خلق النملة؟ الله. من خلق البجعة؟ الله. والنباتات؟ الله. من خلق النحل؟ الله. وكل الأشجار؟ الله. والحيوانات؟ الله. التي نراها؟ الله. هناك أشياء جميلة كثيرة، انظر حولك وستراها. زكي أنجو بحياتك، سأسابقك إلى منزلي. حسنا، لكنك لن تسبقني. هناك أشياء جميلة كثيرة. أيها الأطفال، علينا الذهاب. لا تنسوا، كونوا لطفاء مع والديكم والآخرين. نعم، وخاصة النحل. انظري يا ليلى، أخيرا نضج التفاح وأصبح جاهزا للأكل. رائع، لنقطف واحدة. سأسابقك إلى هناك. حسنا، استعد، تأهب. ليث، لم أقل انطلق بعد. سبقتك. سمحت لك بذلك. ها، بالطبع ليث. توجد واحدة هنا، تفضلي، جائزة فوزك في السباق. شكرا ليث. Dum 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 d
نسيت أن تقول بسم الله يا ليث. أوه سبحان الله، كنت أنسى. بسم الله. إن نسينا أن نقول بسم الله قبل الأكل أو الشرب، فعلينا أن نقول بسم الله في أوله وآخره. ما شاء الله، إنها لذيذة جدا. حين ننتهي من الأكل أو الشرب نقول الحمد لله. ينمو التفاح على الشجرة لذيذ جدا ومقرمش، يؤكل نيئا ومطبوخا ونصنع منه فطيرة التفاح. ينمو التفاح على الشجرة وهو لذيذ جدا، ينمو التفاح على الشجرة وهو صحي جدا. التفاح مفيد جدا، أحمر أخضر أو أصفر. نغسل أيدينا ونغسل التفاح، وقبل الأكل نقول بسم الله. ينمو التفاح على الشجرة وهو لذيذ جدا، ينمو التفاح على الشجرة وهو صحي جدا. الله خلقكم وخلقني وخلق شجرات التفاح، نحمد الله على التفاح ونحمده على كل شيء. ينمو التفاح على الشجرة وهو لذيذ جدا، ينمو التفاح على الشجرة وهو صحي جدا. أين هني؟ لا أعرف. ها هي هني. هني تعالي يا عزيزتي. ينمو التفاح على الشجرة لذيذ جدا ومقرمش، يؤكل نيئا ومطبوخا ونصنع منه فطيرة التفاح. ينمو التفاح على الشجرة وهو لذيذ جدا، ينمو التفاح على الشجرة وهو صحي جدا. هل يرى أحدكم الهلال؟ أنا لا أرى شيئاً. أوه، انظروا، ذلك شهاب. واو، ما شاء الله. راقبوا جميعاً بدقة، لأن الهلال صغير وأحياناً تصعب رؤيته كثيراً، لكن لا عليكم، مؤكد سنراه قريباً إن شاء الله. أظنني أرى شيئاً هناك. أوه، إنه هلال رمضان. الآن تأكدنا من حلول شهر رمضان. مثير جداً. نعم، بالتأكيد، رمضان يجعلنا نشعر بسعادة داخلية كبيرة. بعد أن رأينا الهلال، دعونا ننام مبكراً لنستيقظ باكراً في وقت السحور إن شاء الله. فكرة رائعة يا زكي. Hmm.
السلام عليكم، صباح الخير زكي. شكرا لأنني نمت عندك، جزاك الله خيرا. وعليك السلام موي. لا عليك، يسعدني وجودك. لنعد طعام سحور خفيف. مع أنني متعب جدا، يبدو الطعام لذيذا وصحيا. هذا ما نحتاجه لمنحنا الطاقة في أول يوم صوم لنا، لنأكل قبل حلول الفجر. السلام عليكم جميعا. وعليك السلام زكي. أتناولت سحورا جيدا؟ نعم الحمد لله، تناولنا بعض الفاكهة والتمر والبيض. ماذا عنك؟ ماذا أكلت؟ أعدت لي أمي شطيرة لذيذة. هيا يا رفاق لنصلي الفجر. أنا متحمس جدا لرمضان يا زكي، لكن أحيانا أشعر أنني لا أفكر إلا في الطعام. أعرف أنك تحب الطعام، لكن يمكنك فعل أشياء كثيرة في رمضان غير الأكل. إنه شهر القيام بأعمال الخير قدر الإمكان لتنال الكثير من الحسنات إن شاء الله. أوه حسنا زكي، لنقرأ القرآن بجانب النار. فكرة رائعة كازوا. أتعرف يا كازوا أن قراءة القرآن من أفضل الأشياء التي تفعلها وأنت صائم؟ علينا أن نقرأ ببطء ونحاول أن نفهم كل كلمة نقرأها لنفهم ما يقوله لنا الله. أو نعم هذا منطقي. مساعدة الآخرين شيء جيد نفعله ونحن صائمون. السلام عليكما، شكرا لقدومكما لمساعدتي، حديقتي في حال سيئة. وعليك السلام نادين، تسرنا مساعدتك. ما شاء الله، الحديقة تبدو رائعة. بالفعل كان ذلك ممتعا. ماذا ستأكلان على الإفطار اليوم؟ لا أعرف. وأنا أيضا. رائع، ستتناولان الإفطار لدي إن شاء الله. أوه يمي، ماذا ستعدين نادين؟ إنها مفاجأة كازوا، لكن مؤكد ستحبها. أوه لا أطيق الانتظار. وأنا أيضاً. حسناً نادين، نراك لاحقاً إن شاء الله. السلام عليك. وعليكم السلام. دوري لأنام فيها. لا نمت فيها بالأمس. لا أنا سألام عليها. أنا. السلام عليكما. وعليك السلام زكي. فيما تتجادلان الآن؟ رشيد نام في الأرجوحة أمس، إذن دوري اليوم. كنت مستلقيا فيها، لم أنام. الأمران سيان. ليس كذلك. بلى. اهدأ يا صديقي، أولا لا تنسيا أنكما صائمين، أي أنه لا يجب أن تتعصبا أو تغضبا، وثانيا أنتما شقيقين وعليكما معاملة بعضكما بلطف. أتريدان الكثير من الحسنات في رمضان؟ بالطبع زكي. هل تعلمان أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن عليك أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك؟ إن كان أخاك يريد أن ينام في الأرجوحة فعليك أن تتركها له. تفضل يا هارون. لا لا بل أنت. لا بأس، يمكنك النوم فيها. قلت لا سأتركها لك. إنهما يعيدان الكرة. حسناً علينا الذهاب. هل ستتناولان الإفطار لدى نادين؟ نعم إن شاء الله. حسنا رائع، نراكما إن شاء الله.
السلام عليكما. وعليكم السلام. السلام عليكم يا أطفال، نتمنى لكم رمضانا سعيدا وأن تنالوا حسنات كثيرة في هذا الشهر العظيم. اعملوا صالحات أكثر من رمضان الفائت. لا تنسوا، كونوا لطفاء مع والديكم والآخرين. رمضان كريم. نحبك يا رمضان، اشتقنا يا رمضان. نحبك يا رمضان، اشتقنا يا رمضان. انظر إلى الشمس، انظر إلى السماء، والطيور تحلق عاليا. انظر إلى النجوم كيف تتلألأ في سماء الليل. أوه انظري إنه شهاب. هل تساءلت من خلق هذا ومن خلق ذاك؟ الله خلق كل شيء. هل ترى الأشجار خضراء جميلة؟ هل ترى الرياح تعصف بالأوراق؟ انظر إلى الأسماك كيف تسبح تحت الأمواج في المحيط الجميل. هل تساءلت من خلق هذا ومن خلق ذاك؟ الله خلق كل شيء. أزهار ملونة ونحلة طنانة، أليس مدهشا؟ كيف يصنع النحل العسل؟ انظر هذا فيل يغسل قدميه. حيوانات جميلة كثيرة. انظر وسترى. هل تساءلت من خلق هذا ومن خلق ذاك؟ الله خلق كل شيء. النباتات مختلفة الأشكال، وها هي الغيوم تحمل لنا المطر. هل ترى الأنهار وأيضا الجبال والعنكبوت ينسج شبكة؟ هل تساءلت من خلق هذا ومن خلق ذاك؟ الله خلق كل شيء. كل شيء، كل شيء. زكي انظر ما أجمل الفراشة. سبحان الله، ألوان كثيرة. وذلك الشلال. نعم إنه مدهش. وهذه الأسماك الاستوائية. واو، مختلفة الأشكال والألوان. تلك سلحفاة، انظر إنه أرنب يقفز. نعم، كل تلك المخلوقات الرائعة خلقها الله. السلام عليكم ورمضان مبارك عليكم جميعا. ياي، رمضان هل علينا. إنه أفضل وقت لأداء المزيد من العبادات، مثل قراءة القرآن وصلاة التهجد ليلا وتقديم الكثير والكثير من الصدقات للفقراء وتعلم الأحاديث ودراسة حياة الأنبياء عليهم السلام. من الرائع أيضاً تناول الإفطار مع العائلة والأصدقاء. لكن تذكروا لا تكثروا من الطعام وإلا آلمتكم بطونكم. صحيح ليث، رمضان شهر الصوم ومن الأفضل أكل كميات أقل. علينا السيطرة على الغضب وألا نتلفظ بألفاظ نابية. وعلينا ألا ننام طوال اليوم وألا نستخدم الإنترنت لوقت طويل. وألا نشاهد التلفاز أو نلعب الألعاب الإلكترونية لمدة طويلة. رمضان أفضل وقت للتقرب من الله سبحانه وتعالى لتقوية إيماننا. نتمنى لكم رمضانا سعيدا وأن تحققوا جميع أهدافكم. لنستمع الآن إلى أغنية زكي عن شهر رمضان. السلام عليكم. رمضان شهر الرحمة،
رمضان شهر الصوم وشهر العطاء ومساعدة المحتاجين. رمضان الشهر الذي نزل فيه القرآن على نبينا محمد هداية للناس. رمضان للصوم للعطاء، رمضان للصلاة للصبر، رمضان للتسامح والإطعام. رمضان يحبك يا رمضان. رمضان شهر الصبر، رمضان شهر الصدقة، وشهر أداء صلاة التراويح في المسجد. رمضان شهر الخير وشهر الحسنات، فيه تصفد الشياطين وتغلق أبواب النار. لا نأكل، لا، لا نغضب، لا، لا نشرب، لا، لا ننام طوال اليوم، لا، نقرأ القرآن، نعم، نصلي كثيرا، نعم، نساعد الفقراء، نعم، نقوي إيماننا، نعم. رمضان 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 رمضان. نحبك يا رمضان، اشتقنا يا رمضان، نحبك يا رمضان، اشتقنا يا رمضان. رمضان 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 رمضان. ينمو التفاح على الشجرة، لذيذ جدا ومقرمش، يؤكل نيئا ومطبوخا، ونصنع منه فطيرة التفاح. ينمو التفاح على الشجرة وهو لذيذ جدا، ينمو التفاح على الشجرة وهو صحي جدا. التفاح مفيد جدا، أحمر أخضر أو أصفر، نغسل أيدينا ونغسل التفاح، وقبل الأكل نقول بسم الله. ينمو التفاح على الشجرة وهو لذيذ جدا، ينمو التفاح على الشجرة وهو صحي جدا. الله خلقكم وخلقني وخلق شجرات التفاح، نحمد الله على التفاح ونحمده على كل شيء. ينمو التفاح على الشجرة وهو لذيذ جدا، ينمو التفاح على الشجرة وهو صحي جدا. يا له من يوم جميل، سبحان الله. أنا أحب التخييم. وأنا أيضا توفى. وأنا أيضا. التخييم طريقة رائعة لقضاء الوقت مع الأصدقاء والتعرف على الطبيعة. انظروا هناك. لا شيء هناك، مجرد غصن. راقبوا. واو، سبحان الله. توجد حيوانات وحشرات في كل مكان وهي تعيش حولنا.
لكن رؤيتها ليست سهلة لأنها تجيد الاختباء. تشبه ألوان الكثير من الطيور والحيوانات ألوان بيئتها، وبعضها يمكنها تغيير لونها. هيا يا رفاق، علينا مواصلة السير كي نبني المخيمة قبل الظلام. لما تغير بعض الحيوانات ألوانها؟ نعم، لماذا؟ حسناً، تغير بعض الحيوانات الصغيرة ألوانها كي تمتزج مع بيئاتها المحيطة، لتختبئ من الحيوانات الأخرى التي تريد أكلها كالطيور الكبيرة والأفاعي. بعض أنواع الحرباء يمكنها التحول إلى أي لون، حتى البرتقالي أو الأزرق أو الوردي. موي، موي، انتظروا، أين موي؟ أوه، إنه هناك زكي. ما الأمر موي؟ أنا أخاف الأفاعي، أخاف طريقة سعيها وانزلاقها. لا تقلق موي، لا توجد أفاع خطيرة هنا. الحمد لله، هذا جيد. هي لا تريد إيذاءك، أنت أضخم من الأفاعي يا موي، وهي تخافك أكثر مما تخافها. أوبس. أحسنتم يا رفاق، سأرى إن كان الآخرون بحاجة لمساعدة. لا تنسوا الناموسية. ما ذلك الصوت؟ يبدو أنه نقار الخشب. وما نقار الخشب؟ نقار الخشب هو طائر يستخدم منقاره لينقر به على الأشجار. إنه يملك مخلبين قويين للإمساك بالشجرة، ومنقاراً كبيراً وقوياً للنقر. مدهش! سبحان الله! لماذا ينقر نقار الخشب الشجرة يا زكي؟ إنه يبحث عن طعامه موي، وهو يأكل التوت والحشرات كالنمل والعناكب. العناكب؟ نعم، يحب نقار الخشب العناكب. ما الأمر موي؟ لا أحب العناكب، لا أحب طريقة سيرها وزحفها. لا تقلق موي، العناكب ليست خطيرة ولن تؤذيك. كما تعرف هي أصغر كثيرا منك وتخاف منك. أيمكنك إعطاء المزيد من الأوتاد؟ الخيمة جاهزة تقريبا. عنكبوت! هذا ليس لطيفا. اروي لنا قصة يا زكي. نعم رجاء، احكي لنا قصة يا زكي. قصة مخيفة.
عن الأشباح أو الوحوش، لكن ليس عن العناكب والأفاعي. لا أريد أن تخافوا. لن نخاف. مستحيل، لا نخاف من القصص حتى لو كانت حقيقية. ارويها رجاء زكي. هيا يا زكي، رجاء. حسنا، في أكثر جزء مظلم من هذه الغابة يعيش آكل عظام ضخم، وهو مخلوق كثيف الشعر كالغول أو وحش الثلج المتوحش، لكنه أضخم وأقوى بكثير. له 6 أرجل ورأسين والكثير من الأسنان ومخالب كبيرة حادة. ينصب آكل العظام الفخاخ الكثيرة في الغابة، تاركاً مساحات لينصب فيها الأصدقاء والعائلات خيامهم ويشعلوا نيرانهم، وبعد أن يبنوا مخيمهم يختبئ خلف الأشجار ويراقبهم وينتظر الظلام. وحين يحل الظلام يشحذ أنيابه ومخالبه مستعداً للأكل، ويراقب المخيمين ليختار من سيأكل منهم أولاً. وقبل أن ينقض على فريسته الأولى يصرخ 3 مرات بصوت عال وينقض ليأكلها. هذا كل شيء ليس مخيفا. ما هذا الصوت؟ إنه آكل العظام. أتشو، أنقذونا. آسف لإخافتكم، العطاس ليس بيدي. أتشو، الحمد لله. يرحمك الله كازوا. يهدينا ويهديكم الله. أتعرفون، ليس لائقا أن نسخر من أحد لأنه خائف. أحيانا يمكننا أن نضحك معا، لكن لا يجب أن نسخر من صديق حين يشعر بالخوف أو الحزن أو الانزعاج. مهما كان ما يخافه الناس، سواء كان العناكب أو الأفاعي أو قصص الأشباح أو أي شيء آخر، علينا أن نحترم أصدقائنا وندعمهم ونواسيهم ونشجعهم ليشعروا بالأمان. رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن نكون لطفاء مع أصدقائنا ونحترمهم. آسفان لأننا سخرنا منك ماوي. فهمنا الآن ما هو شعور الخائف. لا بأس، لم تعودوا خائفين، نحن أصدقاء وسعداء وآمنون معا. آسف جدا. السلام عليك ليث. وعليك السلام ليلى. ماذا تفعل؟ أبحث عن آية الكرسي. أنا متأكد من أنها الآية رقم 255 من سورة البقرة. ها هي، أنا أحفظها أيضا. أتعرفين يا ليلى أن قراءة آية الكرسي فيها الكثير من الفضائل؟ نعم أعرف. لنذكر أصدقائنا المشاهدين ببعض فضائل آية الكرسي. فكرة رائعة ليث.
إذا قرأناها ونحن خارجون من المنزل سيرسل الله مجموعة من الملائكة لترافقنا وتحمينا. إذا قرأنا آية الكرسي قبل النوم سيرسل الله ملاكا ليعتني بنا ويحمينا. إذا قرأنا آية الكرسي مباشرة بعد كل صلاة مفروضة فلن يحول بيننا وبين أن ندخل إلى الجنة إلا الموت. إذا قرأنا آية الكرسي في منزلنا خرج منه الشيطان. إذا قرأنا آية الكرسي بعد كل صلاة سيقبل دعاؤنا وسوف نبقى في حفظ الله تعالى وسوف يحمينا. سبحان الله، فضائل كثيرة. علينا أن نقرأ آية الكرسي في كل تلك الأوقات. والآن لنتعلم قراءة آية الكرسي مع ليث. آية الكرسي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. علينا جميعا أن نقرأ هذه الآية العظيمة ونحفظها. والله أعلم. السلام عليكم. نحبك يا رمضان، اشتقنا يا رمضان، نحبك يا رمضان، اشتقنا يا رمضان. رمضان شهر الرحمة، رمضان شهر الصوم، وشهر العطاء ومساعدة المحتاجين. رمضان الشهر الذي نزل فيه القرآن على نبينا محمد هداية للناس. رمضان للصوم للعطاء، رمضان للصلاة للصبر، رمضان للتسامح والإطعام. رمضان يحبك يا رمضان. رمضان شهر الصبر، رمضان شهر الصدقة، وشهر أداء صلاة التراويح في المسجد. رمضان شهر الخير وشهر الحسنات، فيه تصفد الشياطين وتغلق أبواب النار. لا نأكل، لا، لا نغضب، لا، لا نشرب، لا، لا ننام طوال اليوم، لا، نقرأ القرآن، نعم، نصلي كثيرا، نعم، نساعد الفقراء، نعم، نقوي إيماننا، نعم. رمضان 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 رمضان
رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان نحبك يا رمضان اشتقنا يا رمضان نحبك يا رمضان اشتقنا يا رمضان 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 لهذا نحب رمضان أعظم أشهر السنة.